السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. فيديو النهاردة زي ما انتم شايفين كده هنتكلم عن البالونة. دي بالونة موتور المية، احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنفتحها ونشوفها ايه من جوه. بالونة المية دي او البالونة بتاعت موتور المية دي بياناتها ايه زي ما انتم شايفين كده، ماكسيمم وركينج بريشر يعني اعلى ضغط تشتغل عليه 10 بار. تمام، نقرب شويه كده للكاميرا. تاني حاجه فاكتوري بري تشارج اللي هي 1.9 بار، اللي هو الضغط اللي بتظبط بيه البالونه وهي طالعه من المصنع. تالت حاجه ماكسيمم تمبريتشر يعني اعلى درجه حراره ممكن تشتغل عندها البالونه هي 90 درجه. توتال فوليوم اللي هو الحجم كله بتاعها 24 لتر. تمام، دي بلد التصنيع وتاريخ التصنيع شهر 5 2015، ومصنوعة تايوان. دي الماركة بتاعتها مارين. تمام، تعالوا مع بعض الشباب هنفتح البالونة، هنشقها نصين كده وهنشوفها من جوه عاملة ازاي. خليكم معايا.
واخدين بالكم يا جماعه، ادي البالونه من جوه. دي الحته اللي كانت هنا واتقطعت طبعا لما حصل البالونه دي، ان هي الضغط زاد عليها تمام، فالضغط لما زاد عليها المنطقه دي بيبقى فيها ايه، بيبقى فيها هواء، يعني البالونه مقسومه لنصين، الكفر ده او البالونه دي تبقى مقفوله من هنا، الميه بتخش من جوه تبقى ماليه دي، وهنا بنشحن المنطقه اللي هي الفراغ ده، بيبقى ايه بتزود هواء من الفتحه دي. فايه اللي بيحصل؟ الميه بتخش من الزور اللي من تحت ده، تملى البالونه دي، البالونه دي ايه حجمها ايه يزيد، تتملى 24 لتر زي ما مكتوب على ايه على البالونه من بره. طبعا ضغط الموتور بيعكسه ضغط الهواء، اول ما الموتور بيفصل بيبقى الضغط اللي هو المطبق على البالونه او الضغط اللي هو المسلط على البالونه بيبقى يساوي ضغط الايه الهواء اللي موجود هنا. طيب احنا بنخلي الهواء على ايه، بنخلي ضغط الهواء هنا ايه 1.9 بار، 1.9 يعني تقريبا 2 بار، البار حوالي 14.7 بي اس اي او 15 بي اس اي، يعني حوالي من 28 ل 30 بي اس اي، ده الضغط اللي احنا بنظبط عليه ايه البالونه. فزي ما احنا شايفين كده ايه ادي المنظر بتاعها من جوه، طبعا الكفر ده حمايه، جزء البلاستيك حمايه. شايفين يا جماعه البدن بتاعها اهو حوالي 2 مللي تمام او مللي ونص. طبعا ده اللي بيحدد او ده اللي بيقول لي البالونه دي يعني نوعيتها كويسه ولا لا، الجوده بتاعت الكاوتش اللي جوه. هنقول يا جماعه دلوقتي ثلاث حاجات مهمه، ثلاث نصائح مهمه عشان نقدر نحافظ على البالونه. اول حاجه زي ما انتم شايفين دي كده، دي جلد الكاوتش، طبعا الكاوتش ده بيتاثر بدرجه الحراره، فاول حاجه نخلي بالنا منها ان تكون البالونه محفوظه من الشمس، بمعنى ان انا ما اخليش الموتور بتاعي محطوط في الشمس، لو هو محطوط في الشمس ممكن اجيب الايه الكرتونه بتاعت البالونه والبسها ايه والبسها البالونه، دي اول حاجه. تاني حاجه الموتور لو ما بيفصلش شغال على طول ما بيفصلش، اعرف على طول ان البالونه هيحصل فيها مشكله لازم الحقها، طب انا لو ما لحقتش البالونه هتحصل فيها مشكله وهيحصل لها ايه، هتتقطع زي ما دي مقطوعه. تالت حاجه لازم اكشف عليها باستمرار، كل فتره كده كل شهر مثلا او كل شهرين اروح عند البالونه كده واخبط عليها، لو لقيتها مليانه ميه وافكها واروح عند بتاع الكاوتش اخليه ايه يزودها. وانت عند بتاع الكاوتش بنزود ايه، بنزود هواء من الايه من البلف ده، لو لقيت ان الهواء بيخرج من الناحيه الثانيه اعرف على طول ان الكاوتش دي بايظه. طيب في حاله البالونه التيوبلس الكاوتش دي ما بتتغيرش لان هي جايه تصميمها كده، انما لو في البالونه العاديه زي دي كده، دي طبعا بالونه جديده دي بتتغير، بنفك الكاوتش اللي جوه وبنغيرها. طيب انا لو هشتري بالونه جديده ايه الحاجات اللي هاخد بالي منها وانا بشتري بالونه جديده؟ اول حاجه ناخد بالنا من الوزن، لان كل ما كانت البالونه وزنها تقيل تمام، كل ما كان الحديد ده السمك بتاعه او الثيكنس بتاعه كبير، ده دليل ان البالونه دي قويه وهتستحمل، لان في بالونه مثلا ممكن ايه مع الوقت البرومه بتاكلها من جوه وتبوظ. الحاجه الثانيه شايفين كده ايه اماكن اللحام دي، بالونه نظيفه ما بيبقاش المنظر بتاع اللحام فيها عامل كده، بيبقى ايه كله شريط واحد ومعمول بطريقه كويسه، دي البالونه النظيفه. لكن البالونه اللي هي الشعبي او اللي هي مش قد كده هنلاقي فيها ايه، هنلاقي فيها حاجات زي كده. طبعا ده بيعمل لي ايه، ده هنلاقي من جوه كده في اماكن اللحام دي هنلاقي زي ايه زي بروز كده، البروز ده هيعمل لي ايه مع الوقت لما البالونه دي بتفضى من الهواء او بيحصل ان الهواء فضى منها بتزيد ضغط المايه هنا بيزيد بيخلي البالونه تملى الفراغ ده، فبالتالي ايه هتيجي في البروز اللي موجود هنا فهتتخرم فهتبوظ بسرعه. انا ممكن اعمل ايه بقى، ممكن اجيب البالونه اللي هي الشعب دي اللي هي الرخيصه واطليها بماده من جوه بحيث ان هي تكون ايه اول حاجه تحميها من البرومه، يعني طبعا كل واحد بقى وايه حسب الماده اللي هيشتغل بيها،
المهم تكون المادة دي بتغطيها من البارومة، ما تتفاعلش معاها وما تتفاعلش مع المية، ما تخليش الحديد ده او الستوك ده يتأكسد وبالتالي ايه البارومة تاكله، اي حاجة زي ما انت عايز. وتطليها من جوه بمادة كده تكون ان هي عازلة، بحيث ان حتى لو البالونة حصل فيها مشكلة وباظت البالونة الخارجية ما تتأثرش، يعني لو الكاوتشة او الشامبر اللي موجود جوه ده حصل فيه مشكلة وباظ واتخرم، المية لو طلعت بره مش هتأثر لها على المعدن، لان في عازل ما بين الايه ما بين المية وما بين المعدن. دول اهم ثلاث حاجات ناخد بالنا منهم في اي ايه بالونة. يبقى اول حاجة نشيك عليها باستمرار عن طريق ان احنا نخبط عليها، او ان احنا نفض المية من الخط ونفكها وناخدها عند بتاع الكاوتش نطمن عليها ونيجي نركبها تاني. تاني حاجة ما نحاول نخليها بعيدة عن الشمس او نغطيها بحيث ان تكون الشمس ايه مش مسلطة عليها. تالت حاجة لو الموتور شغال باستمرار وما بيفصلش يبقى لازم ايه اخد بالي وايه واشيك على البالونة وراجع عليها. دول التلات حاجات المهمين اللي احنا المفروض ان احنا ايه نراجع عليهم كل ايه فترة. وبكده تكون انتهت الحلقة بتاعت النهاردة، اتمنى ان تكون ايه الكل استفاد، واتمنى ان المعلومة تكون وصلت والكل يعني يشارك معانا، واتمنى التوفيق للجميع. عايزين لايك وعايزين شير وعايزين سبسكرايب، اللي مش مشترك معانا في القناة يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.